بيها موضوع الشفافية. ودي كلمات براقة يعني بيقولوها بس كده للتجميل. طب دلوقتي قانونية الموضوع ده ايه؟ لا لا مفيش مع أمريكا بالنسبة لنا كمستخدمين على مستوى العالم يعني احنا. شوفي حضرتك من الاخر خالص كده من عشان يعني برضو نتكلم بوضوح ودي ما فيهاش زعل. أي. اللي هيستخدم الانترنت والتليفون المحمول في استخداماته الطبيعية يراعي كويس أو أنه ما يقولش حاجة أو يكتب حاجة تدين. طب إحنا مش هنتكلم أذا كان أذا كان مش هنتكلم عن إدانة عن أنا بس بقول حاجة هتدني. هنتكلم على أسرار شخصية خلاص ما يعني لا مش هقولها. مش مسألة كده. مسألة يا فندم هل هما بيستفيدوا من البيانات اللي إحنا بنحطها من حيث السن الجنس العيلة الاتجاهات السياسية والأراء يعني هل بيستفيدوا من هذه المعلومات في يعني تكوين مثلا في عمل دراسات معينة؟ بص حضرتك من الآخر خالص كده هم الأول كانوا بيستعمروا البلاد إن هم يبعتوا قوات تحتلنا هنا فلقوا العملية دي مكلفة فدلوقتي هو بيحتلنا فكريا وثقة كل المعلومات اللي كانوا المستعمرين هيقدروا يحصلوا عليها وهم قاعدين هنا احنا بنديها لهم عندهم لغاية حدهم وبيدرسوا بقى ثقافة المجتمع ايه المجتمع مهتم بايه ايه اتجاهات الرأي فيه ايه المشاكل اللي عنده ما كل دي معلومات تهمهم علشان يقدروا يتعاملوا مع هذا المجتمع. ما بقى الشفافية بقى معناها ايه ان المجتمع واضح انا دلوقتي عارف حضرتك كل المشاكل اللي عندك ان كانت مشاكل اجتماعية او مشاكل اقتصادية او مشاكل ثقافية او مشاكل في التعليم او مشاكل سياسية المجتمعات مفروضة مفتوحة على بعض دلوقتي. طب دكتور محمد وانت رئيس الجمعية التنمية التكنولوجية والبشرية ولو هنحارب العلم بالعلم دلوقتي مثلا بريطانيا اول دولة حاولت تخرج من عباءة الانترنت الامريكية ولم يسمح لها بالاقتراب من اللي هي اليو ار ال دبليو 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 ولكن سمح لها باكستنشن يعني مثلا ايه دبليو 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 دوت كذا دوت كو دوت يو كي مثلا احنا دبليو 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 دوت اي جي ماشي كل ما هو ال دبليو 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 ده ما حدش يقدر يخرج بره عباءته. لا طيب الحل ايه يعني تكنولوجيا هل شايف انت هي الصين مستقبلا الصين, الصين 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 قعدت بالخبراء بتوعها وكده انها تتعامل معاهم الند بالند دلوقتي ازاي انها دلوقتي انها ان انت عارف حضرتك ده كله ده برامج ايوه كل دي برامج الصين دلوقتي نجحت انها تشفر برامج بحيث انها لما تكتب حاجه تتعبهم على ما يعرفوا بس هي الصين عندها شبكه تواصل برضو خاصه بيها لوحدها مختلف عن ما هي المشكله انك عشان تعملي شبكه تواصل خاصه بيك محتاجه تبره يعني بين يعني جوه داخل اللي بنسميها احنا الشبكات اللوكال انت الاستخدام بتاعها ضعيف هو مش فارق معاه بره هو الصين مش فارق معاه بره هو عايز ان الشبكه للصينيين بس وهم طبعا عددهم كبير فهم اصلا اللغه الصينيه مشفره يعني لا بس هم في الحقيقه لا هم كمان بي 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 بيتجسسوا على امريكا يعني بيخترقوا يعني طب يعني يبقى الحل بقى ان احنا نعمل عكس بقى يعني لا الحل ان في ناس على فكره في يعني اللي بنقول عليهم اللي هم المبرمجين المخترقين او الهاكرز دول بيقدروا يخشوا حتى من عندنا هنا بيخشوا على مواقع هو الهاكر ده او اللي بيخش اللي هو اللي بيخش يسرق او يخش يعمل فيروسز او كده ده مبرمج شاطر قوي ما هو ده تخيل يا دكتور ده بيستعان بيهم يعني الاجهزه الامنيه والمخابراتيه والاجهزه ايوه ده مبرمج شاطر بيستعان بيهم مش ايوه لا الجيش السوري على فكره اخترق مواقع امريكيه ردا على تصريحات اوباما في هذا الصدد يعني كل واحد عنده ناس شاطرين وبيعرف بس المهم هخترق يعني الى اي مدى وهستفيد ايه من اختراقي او المعلومات اللي هاخدها هي محتاجة من الآخر كده وعي كامل بأن المواضيع دي يعني يجب الواحد هو بيتعامل مع دلوقتي أن أنا أخد منها اللي أنا عايزه وأدي أقل ما يكون طيب ما هو في حاجات أنت مجبر عليها يا فندم يعني في حاجات عشان أدخل عليها لازم بيطلب مني معلومات الاسم ممكن السن الجنسية حاجات ما هي الحاجات دي معلومات ما تفرقش نموه هي لا 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 والمعلومات دي ما تفرقش يعني انا هو المعلومات اللي يهمه ان انا حسابي في البنك ده يهمه رقم الفيزا
يعني ده يهمه يعني. ما الحاجات دي لا ما انا ما اديهاش بقى، ما هو ما حدش يدي رقم الفيزا مثلا صح. يعني ما انا ما اديش يعني، انا ما يقول لي سنك ايه واسمك ايه وكده كل ده ياخده، انما ما يجيش يقول لي رقم الكارت الفيزا اديهوله، يقول لي الباسورد اديهوله، وطبعا انا ما بديهولوش الا ان ما اكون هشتري حاجه يعني يكون هشتري حاجه عن طريق الانترنت، فدي طبعا مشكله كبيره بتسحب الرصيد كله، وفي ناس اتسحب رصيدها كله. كل دي حاجات مسائل يعني ايه مقدور عليها. احنا عايزين نتكلم في تأثير الوسائل دي على الامن القومي. دلوقتي كل دولة يعني بعد بالذات الثورات اللي حصلت في المنطقة، كل التواصل عن طريق شبكات التواصل بتبقى بتطرح يا اما اسئلة معينة فالناس بترد وبتتجاوب، يا اما بيكون في زي استطلاع رأي مثلا، او حتى الكومنتس التعليقات الناس بتكتبها عن الناس متضايقة مش متضايقة مبسوطة. هل كل المعلومات دي الجهات الأخرى بتستخدمها للاستدلال على الموقف والاتجاهات داخل الدولة طب سياسيا طب. فبالتالي طب احنا نعمل ايه؟ ما هو الناس لازم هتعمل كده، لازم يعني لا هي عايزة شوف حضرتك هي عايزة اولا لازم يعني عشان الامن، اصل الامن القومي معناه ان الناس تبقى عايشة كويس ومستريحة، انما انت ما تقوليش ان الناس تعبانة وانا عايزة امن قومي حس ان انا اقفل عليهم. فالأمن القومي ده يستلزم أن الناس تعيش مستريحة وتعيش في وعي، يعني أن أنا أوعيها يعني ما خبيش عليكي أنا مش هتبقى الناس عندها مشاكل كتيرة وأنا كل اللي بعمله أن أنا بغطي المشاكل ما تتكلموش ما أقدرش، إنما النهاردة أنا محتاج وعي ومحتاج أن أنا أرفع مستوى معيشة الناس وحل مشاكلهم. يعني لأن أنت شايف أن دي عاصفة ويجب أن نحني رأسنا لها حتى تظهر تكنولوجيا جديدة تخرجنا من عباءة الـ WWW الأمريكية؟ لا 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 لا, لا مش هنخرج، لا 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 هنخرج ولا هنصبر، إحنا نفكر إزاي ليه يا دكتور؟ ما هو يعني بعد مايكروسوفت ما كانت مسيطرة على يعني على كل الاوبريتنج سيستم في العالم، ما زالت يعني الحقيقه اصلا في احدى بعض الشركات الكوريه بدات تخرج عن سيطره والله الشركات على الموبايلات. احنا قدامنا نرفع مستوى التعليم علشان نبقى لنا زي كوريا، احنا بدانا التعليم مع زي كوريا واليابان، احنا سنه 50 كنا زي بعض كلنا، شوف هم فين واحنا فين، يعني خلينا ننمي نفسنا، يعني بلاش نتكلم اننا نستنى لما الناس دي في حاجات مهمه يا فندم يمكن عايزين الناس تحب تعرفها، انه ازاي اعرف وانا قاعده بستخدم الانترنت ان انا ممكن اكون مخترقه؟ يعني قيل مثلا انه العروض اللي بتطلع لي، الهدايا اللي بتجي لي، اي الاعلانات اللي بتطلع دي بتبقى كلها عباره عن اختراقات، او انه مش مجرد اعلان، انه ده معناه انه الشبكه دي او الموقع ده ممكن يكون مخترق. تمام. ايه اللي انا اعمله كمستخدم بسيط جدا للانترنت اخد بالي انه من يعني من حاجات زي كده بتتعرف؟ ان انا ما اتوقعش ان انا هتجيني هديه كده مجاني، يعني ما فيش موقع هيقوم يقدم لي خدمة مجانية يعني أو يقدم لي هدية مجانية، ما فيش موقع يسألني أسئلة يعني ممكن تكون خاصة جدا أو شخصية جدا أو خاصة ب يعني حاجات أنا مش عايز، ما هو أنا عارف إيه اللي عايز أقوله وعارف إيه أسراري، فبرضو أراعي النقطة دي. نمرة ثلاثة، معظم المواقع بتقولك لو أنت طلبت منها حاجة تقولك اديني كلمة السر بتاعتك في الإيميل أو الكلام ده، يعني ما هو كده أنت بتقولي له افتح الميل من ورايا وخد اللي أنت تقوله الميل وكلمة السر، هو ما بياخدهم خلاص بيبقى يتابع الميل بتاعك بعد كده. إذا تغيير الباسورد أو كلمة السر مطلوب من فترة باستمرار، وبرضو عمل باسورد قوي بالنسبة للهاكرز أو الناس اللي هيخش، بس بالنسبة للي هو الماستر يوزر الماستر يوزر زي جوجل زي مايكروسوفت زي هم دول اللي مسيطرين على ايوه، بس دول مش شغالين دماغهم بينا قوي، يعني هم شغالين دماغهم على الاقل لو حطونا في دماغهم لا 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 اصل احنا ما احناش يعني احنا هم بيهمهم الناس اللي هيجي من وراهم فايده، يعني احنا بالنسبه للمستخدمين العاديين ما يخافوش قوي الا اذا دخل هاكر عرف منهم اسرار وهددهم بيها. يعني هي دي النقطه اللي انا احذر منها، ان واحد مثلا يعرف اسرار يسحب رصيد بنك يخش على كارت الفيزا،
ينقل معلومات. طب الكلام ده مش خاص بينا طبعا لوحدنا، العالم كله متضرر. يعني بريطانيا الجاردين طلعت طبعا اخبار وفقا لحتى لإدوارد سنودن انه تم نقل مش عارفه كم مليون معلومه. أيوة. وفرنسا عندها نفس المشكله. دول العالم كلها بتعاني من هذا الموضوع، ورغم كده ما شفناش اي تحرك دولي. مثلا هل في قوانين دوليه؟ هل في مقاضاه لهذه الشركات؟ حضرتك في حاجه اسمها منظمه دوليه اسمها الاتحاد الدولي للاتصالات. ايوه الاتحاد الدولي للاتصالات بقاله دلوقتي 25 سنه بيناطح امريكا علشان ياخد منها اي ترخيص في الكلام ده، هي رافضه طبعا لان كل حاجه عندها. فما هو يعني هو بصراحه كده هي انشاتها. بص حضرتك انا بقول لك لو مش عاجبك ما تستخدمهاش يا ستي. يعني لو انت حاسه ان انا بتدخل في شؤونك ما تستخدميش اللي انت بتقولي ما اقدرش، خلاص استحملي. فهي دي هي الفكره، الوعي ورفع المستوى هو ده السبيل اللي قدامنا دلوقتي عشان نواجه. والاحتياط برضه يعني عند الاستخدام زي ما حضرتك قلت كده، ان في بعض المعلومات او بعض الكلام اللي مش مفروض الواحد يعني الواحد ما بقاش حسن النية. هي الفكرة كلها ان الواحد يعني مطلوب في الحاجات دي انك ما تبقاش حسن النية. يعني مطلوب ان انت ما تبقاش حسن النية، والمعلومات اللي تديها تعرف يعني تسأل نفسك كده لو الحاجة اللي هقولها دي لو حد عرفها حتى يعني ما يحبش ان حد يعرفها ولا حاجه بسؤال كده. طب في حاجات تانية حديثه برضو يعني زي مثلا اجهزه التلفزيون الذكيه اللي طالعه جديد، بيقال برضو ان اجهزه التلفزيون دي بتخترق الحياه الشخصيه، وحتى كان في رفعوا قضيه على احدى الشركات العالميه يعني في هذا المجال وما نفتش، وقالت ان هي هتبقى في يعني انفستيجيشن يعني او تحقيقات في هذا الموضوع. برضو في نظارات جوجل الجديده اللي طالعه، يعني في حاجات جديده بتطلع احنا ما بقاش عارفين مدى خطورتها علينا كافراد او كجهات. ازاي احنا ممكن نقدر تدخل هذه اي جهاز هتشتريه واصل بالانترنت اعرف ان حضرتك مكشوفه على مستوى العالم. أيوة. الجهاز ده بقى كان نظارة كان موبايل كان تلفزيون، أي حاجة خاصة واصلة بالإنترنت يعني مكشوف. النهاردة دلوقتي هو بيتابع العالم، والصوت بقت سهلة قوي، يعني بقى سهلة إنه يتابع الشعوب، وبيقدر هو يستفيد بالمعلومات دي وبيقدر يردها لنا تاني بقى. يعني توقعه للأزمات وتوقعه لرد الفعل بتاع الناس وتوقعه للمشاكل هو بيقدر طب دكتور يعني في معلومات معينة أو يعني بعيدا بقى خلاص احنا دلوقتي تحت بلانك يعني تحت غطاء أمريكي تام من حيث الإنترنت، المعلومات بتاعتنا كلها بتروح هناك ومعترفين بكده وبنوطي رأسنا للعاصفة، ولكن بقى بالنسبة للتجسس حتى الداخلي على الإنترنت في بعض الشركات قالت ان المفروض في اجراءات معينه الواحد يعملها، يعني حتى قبل ما ينام يطفي الجهاز، المفروض ان هو مثلا يقفل وصله الانترنت لو هو ما بيستخدمهاش، لان في بعض الاجهزه الامنيه دلوقتي في الدول بتخش على المواقع وبتتجسس على. احنا حضرتك قاعدين في اوضه ازاز، يعني عشان تبقى بالصوره احنا مع الانترنت ما فيش انت في اوضه ازاز وكأن بيتك ازاز. لا بس ده حتى والجهاز مقفول. يعني حتى وجهاز اللابتوب او الكمبيوتر مقفول، لو ما كانش مقفول خالص ممكن كاميرا تلقط. ايوه ما هو انت لو يعني حضرتك هي بس انت كونكتد، يعني لو قافله الوصله خلاص. يعني انا لازم يعني احنا بنقول برضو بنقول ان الانترنت النهارده اصبحت سلاح ذو حدين، وزي ما هتفيدك هتاخد منك. فما تحاولش تتبسط في التعامل معاها وما تديهاش وما تاخدش منها اكتر من اللي انت عايز. يعني هي شر لابد منه. لا ما نقدرش نستغنى عنها، ما نقدرش. لا. طب سؤالي الاخير لحضرتك يا دكتور محمد، مساله التوعيه بتتم ازاي؟ هل التوعيه يعني لازم تكون في حملات للمدارس للجامعات على وسائل الاعلام انه في دورات؟ انا اعرف ان في ناس بتاخد دورات حتى في جهات امنيه بكيفيه استخدام الامثل لللابتوب واي كمبيوتر واي اجهزه حديثه حتى لا يتم استخدامها ضدك. فازاي نقوم بالتوعية دي؟ يعني تتعمل لقاءات وندوات و الجمعيه اللي تعملها الجمعيه بتعملوا كده ولا احنا بنعمل على قدنا؟ لان دي امكانيات برضو ما هياش يعني ما هياش موضوع امكانيات محدوده طبعا يعني كجمعيات. طب مين وزاره الاتصالات مثلا هي المفروض يعني هو وزاره الاتصالات ساعات بتعمل وزاره التربيه والتعليم وزاره التعليم العالي، لان ده موضوع هو معظم اللي بيستخدموا دلوقتي هم الشباب اللي في الجامعات والشباب، ودول اللي يهمونا دلوقتي
يعني احنا كل دول فده دور الجامعات ودور وزارة التربية والتعليم ودور الإعلام طبعا ان هو يخلق الوعي ده على اساس طبعا ان ده امن قومي في الاول والاخر. الحل هو ايجاد تكنولوجيا جديده تلغي التكنولوجيا القديمه ونحارب العلم يحارب العلم. بتمنى حتى لو بعد 100 سنه. في نهايه هذا اللقاء لا يسعنا غير شكر الدكتور محمد العزب رئيس جمعيه التنميه التكنولوجيه والبشريه. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، غدا باذن الله حلقه جديده من القاهره ويوم جديد يا رب يكون احسن من النهارده. كونوا دائما مع